فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع صحيح مسلم وصحيح الكتب بعد كتاب الله جل في علاه، وبعد صحيح البخاري. نسأل الله جل في علاه أن يسأل لنا إتمامه، ونسأل الله في عليائه أن يشكر لكم صبركم على طلب العلم، نسأل الله أن يشكر لكل من أعان على إقامة هذه المجالس، وأن يلهمنا وياه الإخلاص، فإن العمل مهما طال ومهما عظم فلا يتعاظم عند الله جل في علاه إلا بالإخلاص. فإن الله اشترط شرطا عظيما في كتابه لقبول الأعمال، ألا وهو الإخلاص لوجهه الكريم. قال الله جل في علاه: فمن كان أرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي الحبر رحمه الله تعالى: باب من حلف بالله باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. أخذنا هذا صحيح؟ ما قرأنا أخذنا تأكدين؟ ماشي. نعم، بس هذا قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني أبو الطاهر، هو أحمد بن أبي الصرح من الثقات الأثبات رواه له الجماعة. قال: حدثنا ابن وهب، عبد الله بن وهب كما قلنا من الثقات الأثبات رواه له الجماعة، وهو من أفقه المالكين، ويونس أيضا هذه السيرة معروفة رواه له الجماعة، سلسلة بالمصريين. ثم حول إسناد وقال: حدثني حرملة بن يحيى، هو صدوق في ضبطه كلام رواه له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. قال: أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب، شهاب هو الزهري أول من دون الحديث بأمر عمر بن عبد العزيز، كان يدلس وتدليس يؤمر في بحر رواياته. قال: أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف، هو مسار التابعين، أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سيد المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف منكم فقال في حلفه باللات فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعالى أقامتك فليتصدق. وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، هو أكثر عنه أيضا الإمام مسلم كما بينا قبل ذلك كثيرا، رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. قال: حدثنا عبد الأعلى، وهو من رجال الصحيح أيضا من ثقات الأثبات رواه له الجماعة، عن هشام، هشام هو هشام الدستوائي وهو من الثقات أيضا أكرمه بالإرجاء رواه له الجماعة، عن الحسن، نعم الحسن البصري من خيار التابعين عن رواه له الجماعة، عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه،
رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ما لنا ننتقد الباب سامشان في هذا الحديث إتمام للباب الذي سبق بأن الحلف لا يكون إلا بالله جل وعلا، كما قال صلى الله عليه وسلم: من كان حلفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال عمر بن الخطاب: ما حلفت بالله إلا ما حلفت بغير الله فلا فعلا لا ذكرا ولا آثرا، يعني آثرا عن غيري. وقد قال المسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقلنا الأصل في قول المسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، أنه الشرك الأصغر. والدلالة على ذلك هذا الحديث، حديث الباب، أن المسلم جعل له كفارة، والشرك الأكبر لا كفارة له بحال من الأحوال. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذه من الأدلة الظاهرة التي تفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، أن الشرك الأصغر له كفارة والشرك الأكبر لا كفارة له، لا بد من التوبة. فالشرك الأصغر له كفارة، وهذه كفارة أن يقول لا إله إلا الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف باللات أو العزة فليقل لا إله إلا الله. فهذه كفارة هذا الحلف بغير الله جل وعلا. وهذه كما قلنا بأنها خطيئة كبيرة، وهي كبيرة من الكبائر، تثبت. وإن المرأة قد تمحى من صحيفته إن قال بهذه الكفارة قال لا إله إلا الله إذا أقسم بغير الله جل فعلا. فعلى كل إنسان سمع رجلا يحلف بغير الله أن يأمره أن يقول لا إله إلا الله، فهذه تمحي ما سبق مما أقسم به من غير الله جل فعلا. وفي قوله فتعالى وفي قوله ومن قال لصاحبه تعالى لأقامرك فليتصدق، طبعا المقامرة حرام من الكبائر أيضا لأنها مخالفة لأصول الشرع، والمقامرة أصلها المغامرة. قال بعضهم بأن المقامرة هي الكسب الكبير مع البذل اليسير، هذه هي أصل المقامرة. يدخل يعطي درهما ليأخذ ويربح مليون درهم كما يقولون، أو يعطي درهما يربح ملايين الدراهم. فهذه كما قلنا هذه هي المقامرة التي فيها ما فيها من الزور والزيف، وفيها ما فيها من مخالفة الشرع. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه تعالى لأقامرك، فهذه خطيئة، والخطيئة لابد لها من كفارة. لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن، أتبع السيئة الحسنة تمحها. فالحسنة تتبع هذه السيئة كفارة لها. فهذه الكفارة هنا بالقول إذا قال لأخيه تعالى لأقامرك، فهذه دلالة على أنه وإن لم يفعل فقد وقع في الزور وفي الزيف وفي الخطيئة. فالقول خطيئة والفعل أكبر منها خطيئة، فعلى القول أن فعلى المرء أن يكفر هذه الخطيئة من القول بأن يقول بأن يتصدق بمال لله جل في علاه. وهذه إن دلت على هذه الشريعة الغراء التي لم تترك شاردة ولا واردة، ولم تترك شيئا لطهارة الإنسان ووقوف الإنسان أمام بين يدي ربه جل في علاه خالية من المعاصي والسيئات، إلا قد فتحت له الأبواب العظيمة التي يكفر فيها عن سيئاته. ولا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أظهر بأن الله جل وعلا يتوب على من تاب الله عليه، ومن لم يتوب حتى فإن الحسنات الجالبة للحسنات مثلها تكفر السيئات السابقة، كما قال الله جل وعلا: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة، وقال رمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، كفارة لما بينهم. وقال: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه المرء خمس مرات يبقي من درنه من شيء؟ قال: لا يبقى من درنه من شيء. فهذه قال هكذا الحسنات، فالحسنات ما حياث. وأيضا كما قلنا جعل المسلم الكفارات لهذه الصغائر، فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يلهم الكفارة عن المعصية التي يقع فيها. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. لكن هنا العلماء فرعوا على هذه المسألة بعض التفريعات، بأنه لو حلف الإنسان على أنه يهودي أو نصراني، فبعضهم يقول بأنه لو كان كاذبا كان كما قال، يعني كفر وخرج من الملة، نعوذ بالله من الخذلان، يعني يقول عن نفسه أنه يهودي أو نصراني لم يكن يعني هذا القول الذي قاله صحيح، فإن كان كاذبا فهو كما قال، يعني كان كافرا. هذا في سنة أبي داود بالتصريح. قال: فإن لم يكن يعني لم يكن كما قال فهو لم يرجع إلى الإسلام إيش كما كان، لم يرجع للإسلام سليما، يعني وقع في خطيئة عظيمة. فكيف يقول عن نفسه أنه يكون يهودي أو نصراني؟ الله تعالى قد رضي لك هذا الدين، إن الدين عند الله الإسلام، ورضي لكم الإسلام دينا. فالغرض المقصود إن قال بذلك، قال بعض العلماء إذا قال بهذا القول وكان كاذبا يكفر ويخرج من ملة ويكون يهودي أو نصراني، وإن كان صادقا لم يرجع إلى الإسلام سليم، يعني هو في الناحيتين فقد دخل في هوة سحيقة حفرة من حفر النيران.
لكن بعض علماءنا أئمة ثلاثة قالوا لها كفارة إن قال بأنه يهودي أو نصراني على شيء ما فله كفارة، يكفر عن ذلك كفارة اليمين. وهذه مسألة فيها ما فيها من النظر، والأسلم من ذلك أن نقف عند ظاهر الحديث أن من حلف بأنه من حلف على أنه إن لم يفعل كذا كان يهوديا أو نصرانيا كان كما قال إن كان كاذبا، وإلا رجع وإن رجع الإسلام وإن كان صادقا لم يرجع للإسلام رجوعا صحيحا. وهذه أيضا كما قلنا تفرق بين من الفوائد المستنبطة في هذا الباب هو أن الأصل في ده التحريم في قول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم، وهذا اقتران على أن كل محلوف به فهو من الطواغي، لأن الطاغوت كما قالوا من زاد به المرء عن حده أو ارتقى به عن حده. وأيضا من ذلك أن الفرق بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر أن الشرك الأصغر له كفارة والشرك الأكبر ليس له كفارة. هذا بالنسبة لهذا الباب. نعم، هو من الفوائد أيضا التي يمكن أن نتكلم عنها في هذا الباب فائدة جيدة، هي أنه أن العلماء استنبط من ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن قال لأخيه تعالى لأقامرك فليتصدق لم يجعلوا قول المكلف تعالى لأقامرك أنا من المعصية، قالوا هذا دلالة على العزم على المعصية لأن المقامرة حقيقة هي المعصية، وهو فقط قال له تعالى لأقامرك، فقال بعض العلماء هذه دلالة على أن المرأة إذا عزم على الذنب واستقر في القلب وإن لم يفعل صار معصية، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار، إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار، فقالوا يا رسول الله هذا القاتل فمال المقتول؟ قال كان حريصا على قتل أخيه. لكن نحن نقول قوله تعالى لقمرك معصية في ذاته، معصية في نفسه، لكن يمكن أن يقال بهذه الاستنباط أو هذه المسألة الفائدة من الفوائد هو أنه إذا استقر الذنب في أو المعصية في قلب المكلف فإنه يؤخذ بذلك وتكتب عليه معصية. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه. فقد ندب حكم به بالاستحباب، حكم هنا عليه بالاستحباب. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا خلف بن هشام، طبعا هذا لا يخفى على المقرين الآن وأصحاب القراءات، خلف بن هشام والمقرئ قال فيه الذهبي من نبلاء العلماء، هو من نبلاء الأئمة العلماء، روى له مسلم داود. وقتيبة بن سعيد، مخروم بقتيبة بن سعيد وأصدق السبت، روى له البغلاني، روى له الجماعة. ويحيى بن حبيب، يحيى بن حبيب ثقة من الثقات، روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة، يحيى بن حبيب الحارثي. واللفظ لخلف قالوا حدثنا حماد بن زيد، حماد بن زيد هو الثقة السبت الفحل، وقدمه كثير من العلماء على حماد بن سلمة، نعم، وروى له الجماعة. عن غيلان بن جرير، عن غيلان بن جرير البصري من الثقات، روى له الجماعة. عن أبي بردة، أبو بردة بن أبي موسى الأشعري، علماءنا كانوا يقولون كان من الزهاد العباد الأتقياء الأخفياء، وكان من نبلاء العلماء من الثقات، روى له الجماعة، وكان من الفقهاء. عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، رضي الله عنه وأرضاه، أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين نستحمله، فقال والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه، قال فلبثنا ما شاء الله ثم أتي بإبل فأمرنا بثلاث ذود غر الذرة، فلما انطلقنا قلنا أو قال بعضنا لبعض لا يبارك الله لنا، أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فحلف ألا يحملنا ثم حملنا، فأتوه فأخبروه فقال ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم، وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين ثم أرى خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. وعنه رضي الله تعالى عنه قال أرسلني أصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله لهم الحملان إذ هم معه في جيش العسرة وهي غزوة تبوك، فقلت يا نبي الله إن أصحابي أرسلوني إليك لتحملهم، فقال والله لا أحملكم على شيء، ووافقته وهو غضبان ولا أشعر، فرجعت حزينا من منع رسول الله صلى الله عليه وسلم
مخافة أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وجد في نفسه عليه. فرجعت إلى أصحابي فأخبرتهم الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم ألبس إلا سويعة إذ سمعت بلالا ينادي أي عبد الله بن قيس، فأجبته فقال أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك. فلما أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خذ هذين القرينين وهذين القرينين وهذين القرينين لستة أبعرة ابتاعهن حينئذ من سعد، فانطلق بهن إلى أصحابك فقل إن الله أو قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء فاركبوهن. قال أبو موسى فانطلقت إلى أصحابي بهن فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء، ولكن والله لا أدعكم حتى ينطلق معي بعضكم إلى من سمع مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سألته لكم ومنعه في أول مرة ثم إعطاءه إياي بعد ذلك، لا تظنوا أني حدثتكم شيئا لم يقل. فقالوا لي والله إنك عندنا لمصدق ولنفعلن ما أحببت. فانطلق أبو موسى بنفر منهم حتى أتوا الذين سمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنعه إياهم ثم إعطاءهم بعد، فحدثوهم بما حدثهم به أبو موسى سواء. وعنه رضي الله تعالى عنه دعا بمائدته وعليها لحم دجاج، فدخل رجل من بني تيم الله أحمر شبيههم بالموالي فقال له هلم، فتلكأ فقال هلم فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه. فقال الرجل إني رأيته يأكل شيئا فقذرته فحلفت ألا أطعمه. فقال هلم أحدثك عن ذلك، إني أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين نستحمله، فقال والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه، فلبثنا ما شاء الله، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهب إبل فدعا بنا فأمر لنا بخمس ذود غر الذرى، فقال فلما انطلقنا قال بعضنا لبعض أغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه لا يبارك لنا، فرجعنا إليه فقلنا يا رسول الله إن أتيناك نستحملك وإنك حلفت ألا تحملنا ثم حملتنا، أفنسيت يا رسول الله؟ قال إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها، فانطلقوا فإنما حملكم الله عز وجل. وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثني زهير بن حرب، أبو خيثمة كما قلنا أكثر عنه من مسلم من المشايخ الذين أكثر عنهم روى له البخاري ومسلم أو داود ونسائي بن ماجه، قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري، مروان بن معاوية أبو عبد الله الكوفي بن الحارث من الثقات الحفاظ روى له الجماعة، قال أخبرنا يزيد بن كيسان اليشكري أبو إسماعيل في حفظ كلام قال بعضهم حسن الحديث روى له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن أربعة، عن أبي حازم هو سلمان أبو حازم من ثقات الكوفة روى له الجماعة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سيد المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم اعتم رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى أهله فوجد الصبية قد نام، فأتاه أهله بطعامه فحلف لا يأكل من أجل صبيته، ثم بدا له فأكل، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتها وليكفر عن يمينه. وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد البغلاني مر علينا روى له الجماعة، قال حدثنا جرير من ثقات الأثبات وهو صحيح الكتاب روى له الجماعة لكنه وهم في آخر عمره، عن عبد العزيز يعني ابن رفاعي هو أبو عبد الله يكنى بذلك من الثقات روى له الجماعة، عن تبيب بن الصامت من الثقات أيضا روى له مسلم وداود والنسائي وابن ماجه، قال جاء سائل إلى عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه فسأله نفقة في ثمن خادم أو في بعض ثمن خادم، فقال ليس عندي ما أعطيك إلا درعي ومغفري فأكتب إلى أهلي أن يعطوكها، قال فلم يرضى فغضب عدي فقال أما والله لا أعطيك شيئا،
ثم إن الرجل رضي فقال: أما والله لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على يمينه ثم رأى أتقى لله منها فليأتي التقوى، ما حلفت يميني. وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا شيبان بن فروخ عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفل عن يمينك وأت الذي هو خير. جزاكم الله خير. مثلا غزوة مؤتة، غزوة العسرة، جيش العسرة، النبي صلى الله عليه وسلم استنهض الهمم للنفقة لأجل هذا الجيش، وكانت علامة فارقة لتأسيس الدولة الإسلامية في وجه الروم. الغرض المقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم استنهض الهمم، فجاء الصحابة رضوان الله عليهم وكانوا في مشدة في شدة وفي فقر وفي ضعف مال، ولكنهم لما استنهض النبي صلى الله عليه وسلم الهمم جاءوا بكل ما يملكون. جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه بشطر مالي وقال: اليوم أسبق أبا بكر. وجاء أبو بكر رضي الله عنه أرضاه بكل مالي، حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. وجاء عثمان بن عفان فأعطى وأجزل العطاء للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى قلب النبي الدراهم والدنانير في يده وهو يتعجب من نفقة عثمان، فقال: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. هذه من أعظم العبادات. وكان كثير من الصحابة الكرام يريدون مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم على ضعف اليد التي كانوا عليها، فذهب الأشعريون للنبي صلى الله عليه وسلم يستحملونه حتى أحملهم ليذهبوا فيجاهدوا معه في سبيل الله، فقال: والله لا أحملكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لضعف ذات اليد وما عنده من شيء، ولا يجد ما يحملهم عليه، كما وصفهم الله جل في علاه. تولوا وهم يبكون في ذلك، لأنهم يريدون نصر دين الله جل في علاه، وكانوا صادقين، ومن صدق الله جل في علاه صدقه الله جل في علاه. الغرض المقصود: جاء أبو موسى الأشعري للنبي صلى الله عليه وسلم فحلف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يحملهم حتى أوتي ببعير، فأمر بالإتيان بأبي موسى، فجاء أبو موسى صلى الله عليه وسلم فأعطاه ستة أبعرة لحمل الأشعريين عليها، فذهب إليهم أبو موسى مبشرا بأن هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم قالوا: أغفلنا رسول الله، كأنه نسي أنه أقسم بالله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مناط الكلام، قال: لا أحلف على شيء، والله إن شاء الله لا أحلف على شيء فأرى غيرها خيرا منها، إلا أتيت الذي هي خير وكفرت عن يميني. في رواية سنن أبي داود قال: إلا كفرت عن يميني ثم أتيت الذي هو خير. وفي رواية كفرت عن في رواية قال: كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. وفي رواية قال: أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. فجاءت رواية بالتقديم وبالتأخير، ورواية أخرى بالتأخير وبالتقديم في هذه المسائل. لذلك اختلف قول العلماء في هذا الباب. أول المسائل الفقهية لهذا الباب: المسألة الأولى في الحديث، دلالة على البحث عن المصالح وتكثير المصالح وأيضا تقليل المفاسد. وهذه قاعدة عظيمة من قواعد أصول الدين، وهي مقصد عظيم من مقاصد الشريعة، وهو تكثير المصالح، البحث عن المصالح وتكثيرها، وأيضا تقليل المفاسد أو اندثار المفاسد. وهذا كثير، ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لا، لما مر على الرجل يشرب واقفا وقال له: أيشرب معك الهر؟ قال: لا. قال: أيشرب معك من هو أشر منه؟ الشيطان. ونهاه عن الشرب قائما، هذه لمصلحة العبد. ولما نهى عن التنفس في الإناء أيضا، هذه لمصلحة الشارب الذي يأتي بعده. وأيضا لما أمر بالشرب ثلاثا كان هذا لمصلحة العبد. ففيها تحصيل المصالح وأيضا درء المفاسد. ولما رأى الرجل يقول في ناحية المسجد الأعرابي وهم الصحابة به، فقال: لا تقطعوا عليه بولته، لا تزرموه، وقال: دعوه. ثم ذلك علمه أن هذا لا يجوز شرعا. كل هذا كما قلنا من تقليل المفاسد ودرء المفاسد. وأنت ترى بأن المسلم منع بعدما أحل الله جل وعلا عموما كل البيوعات، عندما قالوا: وأحل الله البيع وحرم البيع الربا، فقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الملامسة والمنابذة وبيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان، وأيضا نهى عن بيع المصرات. كل هذه البيوعات نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم لتقليل المفاسد، لأن ثمرت هذه البيوعات فساد ذات البين، وفساد ذات البين هي الحارقة. فإذا الشرع الحنيف جاء كما قلنا بتحصيل المصالح وأيضا تقليل المفاسد. وهذا له أصل في بابنا هذا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أجد خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير.
حتى يكثر من المصالح، يكثر من المصالح، وإن كان هذا تقوى فالأتقى منه أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم أو يأتي المكلف بما يراه أتقى مما حلف عليه. وهذا كما قال علماؤنا أنه إذا وجد غير ما حلف عليه لا يتمادى على ما حلف عليه، بل يحنث وعليه أن يأتي الذي هو خير، ووجوبا عليه الكفارة، وهذا بالإجماع وجوبا عليه كفارة اليمين كما سنبين. وهذه المسألة لها صور، صور كثيرة جدا. الحلف أن يحلف المرء، وأصل الحلف أن يحلف المرء على أمر مستقبل، أن يحلف المرء على أمر مستقبل يريد الحلف فيه تحقيق الفعل أو تركه، يعني يريد يقسم على فعل شيء أو ترك شيء. فإذن الحلف أن يحلف المرء أو يقسم المرء على فعل شيء ما أو ترك شيء ما، وله صور ثلاث. الصورة الأولى أن يحلف على فعل محرم وترك واجب، أن يحلف على فعل محرم وترك واجب، هذا يجب الحنث فيه، يجب الحنث فيه، ويحرم البر لأنه مأمور شرعا أن يترك الحرام ويفعل الواجب. الصورة الثانية أن يحلف على فعل الواجب وترك المحرم، أن يحلف على فعل الواجب وترك المحرم، هذا يجب البر به ويحرم الحنث. أن يحلف على أن يفعل الواجب، كأن يحلف أن يصلي صلاة الظهر في جماعة، أو يحلف أن يصوم يوم من رمضان، أو يصوم شهر رمضان، ويحلف أن يترك شرب الخمر، أن يحلف على فعل واجب وترك محرم، هذا يجب البر به ويحرم الحنث. الثالث أن يحلف على فعل على فعل مندوب أو ترك مكروه، أن يحلف على فعل مندوب أو ترك مكروه، فهذا يكره الحنث، يكره فيه الحنث، لأنه سيفوت بالحنث، سيفوت على نفسه الثواب، لأن العبد ما تقرب إلى الله جل في علاه شبرا إلا تقرب له ذراعا. يبقى إذن الثالثة أو الصورة الثالثة أن يحلف على فعل مندوب أو ترك مكروه. نقول هنا يستحب له البر ويكره الحنث، يستحب له البر ويكره الحنث. والرابع أن يحلف على فعل المكروه وترك المستحب، أن يحلف على فعل المكروه وترك المستحب. هذه الصورة الرابعة قريبة جدا من الحديث، لأن الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم فأرى غيرها خيرا منه، ففعل المكروه تركه خيرا ما يكون خيرا منه، فلذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير. أن يحلف على ترك على ترك المندوب أو فعل المكروه، هذا كما قلنا يقرب من كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا أرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني، وبالإجماع قالوا بكفارة اليمين. هذا بالنسبة للمسألة الأولى. المسألة الثانية في قول النبي صلى الله عليه وسلم وليكفر عن يمينه، هذا واجب، وكفارة اليمين واجبة لقول الله جل في علاه فكفارته وطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذا على التخيير. فمن لم يجد فصيام 3 أيام على الترتيب. يبقى إذن كفارة اليمين جمعت بين ترتيب وبين تخيير. أما التخيير في أولية الأمر، إن كان رجل له سعة من المادة أو عنده رقاب فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، تخيره الآن أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فمن لم يجد ترتيب فصيام 3 أيام. ابن مسعود يقرأها 3 أيام متتابعات، وهذه القراءة شاذة، وإن كان أنزلها بعضهم منزلة الحديث الحسن، الحديث الحسن، وإن لا نقول بذلك، هي ليست بقرآن وليست بحديث. الغرض المقصود قال وليكفر عن يمينه. وأيضا تكفير الكفارة بالنسبة للكفارة للحلف لها صور ثلاثة، الكفارة للحلف لها صور ثلاثة، أن يكفر قبل أن يحلف، يحلف مثلا أن يحلف أن يصلي الوتر قبل أن ينام، أو يقول يحلف أن يصلي الوتر في السحر ويكفر قبلها على أنه سيحلف، فهو يكفر قبل أن يحلف، يكفر ثم يحلف ثم يحلف. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية يكفر بعد الحلف وبعد الحنث. خلينا في الوتر عشان تتصور المسألة. زيد أقسم أن يصلي الوتر إيش؟ سحرا. طيب، فهنا قلنا الصورة الأولى يكفر قبل الحنث وقبل الحلف. الصورة الثانية بعدما حلف أن يصلي الوتر في السحر حنث ونام ولم يصلي فكفر بعد الحلف وبعد الحنث، هذا بالإجماع يجزئه. أما الأول فلا يجزئه. يبقى الصورة الأولى
كفر قبل الحلف وقبل الحنث. الصورة الثانية كفر بعد الحلف والحنث. فالأولى بالإجماع لا يجزئه، لأنها لم تنزل إيش؟ لم تقع موقعها ولم تنزل محلها. الكفارة لا تكون إلا بعد حلف وهو لم يحلف، فلا كفارة عليه. الثاني الصورة الثانية حلف فحنث فكفر بعد الحلف والحنث، هذا وقع موقعه وبالإجماع يجزئه. الصورة الثالثة هي التي فيها الخلاف، حلف وكفر قبل إيش؟ قبل أن يحلف. بمعنى زي قام فأقسم أنه سيصلي الوتر سحرا، أقسمه الآن ونام، ولكن قبل أن ينام علم أنه سينام فكفر ونام، يبقى كفر قبل الحنث. إيش معنى الحنث؟ الحنث هو ترك ما أقسم على فعله أو فعل ما أقسم على ترك. الحنث أن يقسم أن يصلي ركعتين قبل الظهر فلا يصليه، أو يقسم ألا يتصدق بدرهم فيتصدق بدرهم، هذا الحنث، مخالفة ما حلف عليه. مفهوم؟ يبقى الحالة الثالثة الحالة المختلف فيها بين العلماء هو أنه حلف وقبل الحنث قد كفر. قال الجمهور الشافعية والمالكية والحنابلة يجزئه ذلك، يجزئه أن يقدم الكفارة على الحنث، يجزئه مع أن هذا خلاف الأصل. قالوا يجزئه أن يقدم الكفارة على الحنث، واستدلوا على ذلك برواية بقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الصحيح قال فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، قال إلا كفرت عن يمينه وأتيت الذي هو خير. وفي رواية أخرى في سنن أبي داود فيها ثم الترتيبية قال فليكفر عن يمينه ثم ليأتي الذي هو خير، قال فليكفر عن يمينه ثم ليأتي الذي هو خير، هي دلالة واضحة جدا على الترتيب. فقالوا إذن يجزئ الكفارة قبل الحنث. قال ذلك الأحناف وقالوا هذا خلاف الأصل، لأنها مرتبة على الحنث، الكفارة مرتبة على الحنث. وقالوا أيضا عندنا رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فرأى غيرها خيرا منها قال فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. وفي رواية أيضا قال فليأتي الذي هو خير ثم ليكفر عن يمينه. فقالوا إذا نتمسك بهذه الرواية وأن هذا هو الأصل، وهذا الأقوى قول الأحناف، والأقوى هو الذي يوافق الأصل. لكن نحن نقول بأنه قد وردت الأدلة على جواز الكفارة قبل الحنث، وردت الأدلة على ذلك لراحة القلب أن الإنسان يكون قد كفر عن يمينه حتى لا يخشى على نفسه من الهلكة. فلنا أن نقول بأنه قد ورد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليكفر عن يمينه ثم ليأتي الذي هو خير، دلالة على جواز تقديم الكفارة. لكن الشافعية بعدما قالوا بهذا الجواز اختلفوا أيضا مع الجمهور بأنهم قالوا هذا في كل شيء سوى الصيام، يعني هذا في الإطعام أو في الكسوة أو في العتق، لكن في الصيام لا، وافقوا الأحناف في الصيام. ليش؟ قالوا لأن الصيام عبادة بدنية، والعبادة البدنية شابهت عبادة الصلاة ولا تصح في غير وقتها، لا تصح في غير وقتها، الذي يصلي الصلاة في غير وقتها لا تصح ولا تقبل، وإن الله جعل قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. كذلك الصيام عبادة بدنية فلا بد أن تتلو الحنث، فلا وقتها هو بعد الحنث، كلام الرصين صراحة. قالوا وقد تساهلنا في الإطعام أو الكسوة أو العتق لأنه من باب المال، فإن كان من باب المال فهذا يسهل على الإنسان أن يقول أنه نزل منزل التعجيل الزكاة. النبي صلى الله عليه وسلم قد قبل من العباس بتعجيل الزكاة معناه مؤقتة بوقت، فقالوا لما كانت عبادة مالية صح تعجيلها، ولما كانت عبادة بدنية لم يصح تعجيلها ووجب تأخيرها. وهذا هو التفصيل الفقهي الرائع الذي لابد أن نقول به، يعني إن قلنا بإن قوله سلم فليكفر ثم ليأتي الذي هو خير نقول عام مخصوص أو عام يراد به الخصوص، فقط عام في كل الكفارات مخصوص بإيش؟ بالصيام، والصيام يتبع الحنث، وهذا الرجح صحيح لأنها عبادة بدنية كما قلنا مؤقتة بوقت فلا يصح تقديمها بحال من الأحوال. هذه المسألة الثانية في هذا الباب. المسألة الثالثة في قوله أو للسلام ما أحملكم ولكن ما حملتكم ولكن الله حملكم. طبعا هنا العلماء يقولون يعني هذه المسألة كما بوب البخاري عليها بابا وقال باب خلق أفعال العباد، واستدل بقول الله تعالى والله خلقكم وما تعملون، لأن من الذي أعطى البعير لأبي موسى الأشعري؟
النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حملهم، هو الذي أعطاهم الأبعرة. فقالوا إذن هو يقول ما أنا أعطيتكم، ما أنا حملتكم، هو الذي أعطاهم. هذه دلالة على أن الله تعالى خلقكم وما تعملون. المشكلة في هذا نحن الهروب من المعتزلة ثم الدخول في هوة من في هوة من الجبرية، في هوة الجبرية، فلابد أن ننتصر. فلذلك قالوا هذه دلالة على أن أفعال العباد مخلوقة. نعم أفعال العباد مخلوقة، لكن نقول الآن الذي أعطى حقيقة هو النبي، والذي منح هو من؟ هو الله جل في علاه، كما قال وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. لكن الفقه الصحيح في الباب أن نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم يؤدب الناس ويعلم الناس ويعلم المكلف أنه مهما أتتك النعمة من سبب ما من الأسباب، يعني رجل جعل الله سببا في فتح الباب باب الخير عليك، لك أن تشكره، من لم يشكر الناس يشكر الله. لكن الاعتقاد السديد بقلبك ليس هو الذي رزق وليس هو الذي أعطاك، حتى ولو كان رسول الله، ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. المعطي المنع هو الله جل في علاه، ومفاتح وخزائن السماوات الأرض بيد الله جل في علاه، إن شاء أعطى وإن شاء منع، وله الحكمة البالغة سبحانه جل في علاه. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. ولذلك قال الله جل في علاه في كتابه وما بكم من نعمة فمن الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا حملتكم الله حملكم، يعني هذه النعمة لله جل في علاه، فلا بد أن تشكر الله جل في علاه وأن يميل القلب لله جل في علاه، وإن شكرت السبب لكن لا يميل القلب إلى السبب. ولذلك الناس في هذا الباب على طرفي نقيض، طرف امتلأت قلوبهم بالنظر إلى السبب، وطرف هم من الجحود بمكان، جحدوا بالسبب بل وجحدوا بخالق السبب، وجحدوا بالمعطي الحقيقي كفرعون، وهناك من جحد بالسبب ولم يجحد بالمعطي. والجحود بالسبب نقص في الإيمان، والجحود بالسبب دلالة على النكران، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يشكر الناس لا يشكر الله. هذه فيها دناءة نفس، فيها بعض الفرعنة كما يقولون، لأن الحر هو الذي يحفظ لأهل الفضل فضلهم. وقد قال علماؤنا من العربية كانوا يقولون إن أكرمت الكريم ملكته، وإن أكرمت اللئيم تمرده. وكما قلنا الإمام الشافعي كان يقول الحر يحفظ وداد لحظة وتعليم إيش؟ وتعليم لفظ. فإن كنت أثيرا بخير قدمه لك صغير أو كبير حتى لو كان ابنا لك، فلا بد أن تشكر له ذلك وتعلم فضله عليك في ذلك. وقلبك لا يميل إلا لله جل في علاه، لأنه لو مال خسرت خسارة عظيمة. لذلك كانت تقول، كان ابن مسعود يقول لا تلومن أحدا على شيء منعك الله إياه. لما؟ لأنه لا يملك لك شيئا، الله جعله الذي قدر ذلك. وأيضا قد قالت عائشة لمعاوية لما بعث إليها يطلب النصيحة، قالت من أرضى الله على سخط الناس أرضاه الله أرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس على سخط الله جل في علاه سخط الله أسخط عليه الناس. فلابد للقلب أن يميل لمن فوق العرش، ولابد للعين أن تنظر للسبب فتشكر السبب ويضع كل شيء في موضعه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا حملتكم الله حملكم، ينبه الناس على أن المنعم الأصيل هو الله جل في علاه، هو المعطي المانع، مع أنك يجب عليك أن تشكر الناس، من لم يشكر الناس لا يشكر الله. أما في الرواية الأخيرة قال يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة، لا تسأل الإمارة. هذه نصيحة غالية جدا، لأن الإمارة فيها ما فيها من الهلكة، وهي كما قلنا حفرة من حفر النيران. الإمارة أن تتولى على شخصين فيك ما فيك من الهلكة، فكيف تتولى على أمة بأسرها؟ لذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه علم شدة الأمر وهول الموقف، لذلك لما استخلف في الستة من أهل الشورى قال علماؤنا بالإجماع ابن عمر لا يقل مرتبة عن هؤلاء الستة الأخيار الأبرار. ابن عمر كفى أن السلام قال نعم الرجل هو ابن عمر لو كان له من الليل فما كان ينام من الليل وما كان يضطجع من الليل. فابن عمر رضي الله عنه أرضاه لا يقل وزنا عن الستة، ولم يضعه عمر بن الخطاب، لكن قال وابن عمر يشهد، قال وابن عمر يشهد، ما قال معهم، قال يشهد فقط لفضله، لكن ما قال معهم. لما؟ لأنه قال كفى في هذه العائلة واحد قد دخل في هذه الهوة العظيمة. لذلك كان يبكي عندما قتل، لما طعن قال ليتني خرجت منها كفافا لا لي ولا علي. وكان يقول لابنه ابن عمر يقول دع خدي على التراب على الله جل في علاه ارحمني. ولذلك ابن عباس قال مكثت عاما كاملا أدعو الله جل في علاه أرى عمر بن الخطاب في رؤيه
حتى رأيته يتصبب عرقا فسألته ما فعل الله بك؟ قال الآن انتهيت. هذا الذي حمل عمر أن يجري في الصحراء في شدة مع شدة الحر ويأخذ بثيابه في أسنانه يخشى أن ند بعير من بعير الصدقة أن يسأل عنه يوم القيامة، يخشى أن بغلة تعثرت في أماكن نائية أن يسأل عنها عمر بن الخطاب. فعلم أن المسألة ليست بالعينة، لذلك لما جاء عثمان بن عفان رضي الله عنه أمر علي بن أبي طالب أن يجلد ابن أبي معيط لما شرب الخمر، فقال علي للحسن اضربه، قال يتولى ذلك، يتولى حرها من تولى قرها. لا 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 أفعل ذلك، يتولى حرها من تولى قرها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الإمارة نعمة الإيه؟ المرضعة. لكن قال بنت الفاطمة المسألة في عرصات يوم القيامة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح، قال من استرعاه الله رعية فمات يوم أن مات غشا لها لم يرح رائحة الجن، فهو مسؤول عن حتى عن الجنين في بطن الأم. فالمسألة ليست بالهينة، لذلك كانت من النصيحة الغالية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عبد الرحمن لا تسل الإمارة، يا عبد الرحمن لا تسل الإمارة. هذا نهي، وأصل فيه نهي تحريم. وقد قال علماؤنا فمن خالف فسأل الإمارة وجب على من يسمع هذا السؤال ألا يوليه، وجب على من سأل الإمارة ألا يولى، لأن سؤاله للإمارة قدح فيه ودلالة على عدم أهليته للإمارة، سؤاله للإمارة قدح فيه ودلالة على عدم أهليته للإمارة، لأن الذي يتسرع على مثل هذا ويهجم على هلكة كأنه لا يدري ما يقدم عليه. ولذا وعلمونا أيضا يقولون أن من سألها لا يعان عليه، من سألها لا يعان عليها، ففيها دلالة على أنه لا يصح أن يتملكها لا شرعا ولا قدرا. يعني الذي يسأل الإمارة لا يصح له أن يتولى ما سأل لا شرعا ولا كونا. أما لا شرعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسأل الإمارة، فمن سألها فقد خالف، ومن خالف لا يستحق المكانة. هذا شرعا، وقدرا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن أوتيها عن مسألة وكلت إليه، ولو وكلت إليه وكلت إلى إيش؟ إلى خوار، خاب وخسر. من وكله الله لنفسه فهو عار وشنار في الآخرة النار، لا يمكن بحال من الأحوال أن يوفق ولا يسدد. النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعظم من وطئ التراب كان يقول صباح مساء يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فالغرض المقصود بأن شرعا فإنه لا يصح لأنه خالف النبي، وقدرا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن سألها وكلت إليه، ومن لم يسألها وفق لها أو عين عليه. فالعبد الذي سألها لا يعان عليه، إذن لا يصح لنا أن نؤمره لأنه لا يعان على الإمارة. كل ذلك على العموم ويستثنى منه أمر وحيد، وهو إن خلى المكان من الثقة الأمين أو من القوي الأمين، ووجد في العامة القوي الأمين ولا يطلع عليه ولي الأمر، فلا بد أن يظهر نفسه ويبرز نفسه ويقول أنا أحق بذلك حتى يستوي الأمر للعامة. لأن يوسف عليه السلام قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. إما أن يجاب عن ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بشرع جديد، وأن هذا الشرع شرع من قبلنا وجاء من شرعنا ما ينسخه، فنقول بأنه لا يجوز لأحد أن يسأل عموما، وإما أن نقول هذه حالة خاصة من العموم، هذا الراجح الصحيح، هذه حالة خاصة من العموم وهذا هو الراجح الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض من سأل لأنه كان أهلا لذلك في هذه المسألة. نختم الباب الذي إذا أقسم فوجد خيرا في غير ما أقسم أن يذهب إليه. الفوائد المستنبطة: أولا فضل الأشعريين، منهم جاءوا للنبي صلى ليحملهم، فلما قال والله لا أحملكم ذهبوا يبكون، دلالة على أنهم كانوا صادقي الهمة لنصرة دين الله جل في علاه. وطبعا كما ورد عن الآثار أنه كان إذا مر الأشعريين علم أنهم من الأشعريين، لما؟ لأنه كان يسمع دوي التلاوة القرآن ليلا. الفائدة الثانية الاستثناء في اليمين،
الاستثناء في اليمين سنة من السنة قد هجرناها، وفيها ما فيها من الفوائد. النبي صلى الله عليه وسلم قال والله أنا والله إن شاء الله لا أحلف على شيء فأرى على أمر أرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير. قال أنا والله إن شاء الله، فهنا استثنى في اليمين لها فوائد. أولا هي سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى المرء إذا أقسم وألجأه الأمر إلى القسم. وإن كنا نقول أن من أداء من الأداب من الأدب مع يمين الله جل في علاه أن تقلل من اليمين واحفظه أيمانكم، فإن أقسمت فكن مؤدبا كما كان صلى الله عليه وسلم يعلمنا، وأن تقول والله إن شاء الله أن تستثني. والفائدة الثانية أنك لو استثنيت لا حنس عليك، لا كفارة عليك بحال من الأحوال، هذا بالإجماع. الفائدة الثالثة على المرء وجوبا أن يدفع عن نفسه سوء الظن، على المرء وجوبا أن يدفع عن نفسه سوء الظن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخذ امرأته ويقلبها فقال إن على رسلكما للرجلين على رسلكما إنها صفية، قال يا رسول الله إن قال سبحان الله يا رسول الله، قال إن الشيطان يجري من, 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 من ابن آدم مجرى الدم. لذلك قال علماؤنا على المرء أن يجتهد أمره ألا يساء به الظن، وأن يدفع عن عرضه ولو بالمال، لو خشي من الذين يتقولون عليه أنه يبخل مثلا أن يدعوهم إلى وليمة كبيرة وإن كان فيها بعض الإسراف يقول دفعا عن عرضه من هؤلاء السفهاء بهذا الباب. فهذا كما قلنا أصل أيضا من ديننا، والحق أن هذا هذا يصمت من إيش دكتور أيمن في الحديث الذي يدل على أنه يجب على المرء أو يتأكد على المرء أن يدفع عن عرضه قدر الإمكان حتى لو ساء به الظن. أبو موسى الأشعري ماذا فعل؟ نعم نعم أيوة أستاذ، أنت كنت وين؟ الأيام اللي تغربت فيها كنت وين؟ نعم في المدينة. ما شاء الله ما شاء الله، أنا شايف الطاقة والورع، يعني الإخوة الصغار وصلوا إلى المدى، الله يحفظكم يا رب. طب دعت لنا أستاذ أنا ما لقيتش مع العموم ولا خصوصا؟ جزاك الله خير الجزاء، الله يزودك أربعة إن شاء الله. تفضل أستاذ، أنت هتموت على كده فعشان كده بدعو لك. تفضل. ممتاز. ذهب موسى الأشعري فقال لا حتى يأتي أحدكم معي يسمع من رسول الله أنه إيه؟ أنه قال هذا القول. قالوا إنك عندنا من الثقة الإيش؟ الأمين. فهذا من فعل أبي موسى. الفائدة الأخيرة وهي أنه لو حلف على شيء فورد غيرها خيرا منها أن هذا هو الأتقى، دلالة على أن ما حلف عليه يكون تقى، لكن الأتقى أن يفعل ما هو أخير منه دلالة على استنهاض الهمم، هي ليست بالوجوب إنها على الاستحباب، أن يأتي الذي هو خير هذا على الاستحباب، لكن هذا استنهاض بالهمم العالية، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فإذا خير المرء بين الخير والأخير فعليه أن يأتي بالأخير وعليه أن يأتي بالأفضل. النبي صلى الله عليه وسلم لما أوتي بوضوء فجاء فقال ربيعة الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن السلام كان كريما، كان إذا قدم له أحد شيئا رد له هذا الشيء، وكان كريما يقبل الهدية ويعطي ما فوق هذه الهدية، لذلك كانوا يتقصدون الهدية للنبي، لا للهدية للنبي ولكن ليه؟ لعطاء النبي لاسترداد هذه الهدية. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال قد هممت ألا أخذ هدية إلا من دوسي أو كذا وكذا. ليش؟ لأنهم كانوا يتقصدون الهدية لما سيأتي من مقابله ويبخلون السلام، وليس بباخل بأبي هو وأمي. الغرض المقصود فكان كريما، من فعل شيئا من الخير الله أن السلام يرد له هذا الخير. فلما وضع له الوضوء قال له السلام سلني، قال أسألك $1,000 أو قال أسألك أن تعطيني المدينة أكون حكيما عليها. لا، هذه همم أمثلنا، أما همم الصحابة
قال أسألك مرافقتك في الجنة. مسألة ليست بالهينة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك قال هو ذلك. فقال له أعني على نفسك بكثرة السجود. فلا بد الإنسان أن يبحث عن الأفضل وأن يعني يعمل به. الكتاب الثاني ونحن ما زلنا مع الأضحية ننهي يعني انتهينا من الهدي الحمد لله اليوم أيضا حتى ما يموت أحد هنأخذ جزء بسيط من الأضحية حتى لا يعني يأتينا هذا الرجل الطيب الفاضل مؤسس المجلس يعني سمعت أنه خلاص حياتي بخلطة فيها سم علينا. تفضل. كيف سيب الآن أنا بنتكلم على أن الشافعية إيش قالوا. قالوا نحن نقول بالتكفير قبل الحنث. يعني رجل حلف ألا يأكل سمكا أو خلينا في المندوب أحسن حلف ألا يصوم يوم الاثنين جيد وصام يعني يقول حالته بقى حلف ألا يصوم فعزم على الصوم. هنا العلماء يقولون حلف ألا يصوم ورأى غيرها خيرا منه اللي هو إيه الصيام طيب فصام. حلف ألا يصوم وقبل أن يصوم كفر عن يمين أعتق رقبة أطعم 10 مساكين قبل أن يصوم. الحنث وين في الصيام لأن الحنث فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله فهو كفر قبل أن يأتي يوم الاثنين يوم الأحد أعطى يوم الجمعة قال ذلك ويوم الأحد أعتق رقبة وذهب فصام. الشافعي يقول هذا صح لكن لو كان يوم الخميس قال ذلك وعزم على الصوم فهل يصوم 3 أيام قبل أن يصوم يوم الاثنين؟ ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا فذافق كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا فأخلص لي تربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيي.